السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد بعد مرور 5 أيام تقريبا أو 4 مدري كده. ففي ده الفيديو راح نتكلم عن موضوع المحتوى الجديد والفيديوهات الجديدة الجاي. صوتي خربان لأني توني صاحية الساعة 5 الصبح، وما علينا من الصوت، صوتي شويتين بس ما عليه. المهم موضوع الفيديو هو وأكيد ما أعرف إني سويت الفيديو ذاك بتاع المحتوى الجديد، بس دحين أعرفكم أكثر عن المحتوى الجديد وشو راح أسوي فيه. يعني المهم زي ما قلت أخليكم على المقطع دحين. موضوع الفيديوهات الجاية زي ما قلت راح يكون عن ألعاب، ميمز، ردات فعل وكذا. يعني أنا قرأت التعليقات بتاع الفيديو اللي فات، وشكرا شكرا كثير على الدعم. 9 تعليقات عجبوني والله من كل قلبي، ولمح التعليق بتاع إكرام وكتبت لي أتمنى تعملي لعبة بازو بليز. فهبحث أنا عن لعبة بازو، إذا لقيتها تنفع في الجوال هلعبها إن شاء الله. وبدي أقول إني أسفة على أخذ الشاشة، كانت خضرة في الفيديو اللي فات قصدي. هو إيه المقدمة واضحة، كمان الخاتمة واضحة، بس الموضوع الفيديو والله كان رهيب. أنا صورته كان رهيب، بس ليش ليش كانت الشاشة خضرة؟ لأنه حاسوب، والله الحاسوب ده بي سي غريب جدا والله. بس انا سويت اللي علي عشان ما يكون الفيديو كده في اخضر على اخضر، محتوى الفيديو اخضر بس صوتي يبان، بس ما نفع ولا شيء. المهم نغير موضوع ده الفيديو اللي فات، انا خليتها كده. المهم موضوع الفيديو، محتوى الفيديو مش شكل الفيديو، كما شكل الفيديو مهم بس ما علينا. بدي أقول شيء كمان، اللي هو بدي أشكر المتابعة مالك 1734 أرمي بلينك ستير. المتابعة دي والله بحبك أعمق 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 قلبي والله. قناتها أنا بعرفها ومشتركة فيها، اسم قناة أقصد اسم القناة I'm a girl وكذا نجمتين على جنبي. فقناة حلوة والله، برغم اني اوتاكو بس مش مشكلة انه من شاهد شوية كيبوب وكذا. بس والله محتوى الفيديوهات رهيب، ارهب من محتوى الفيديوهات. وان شاء الله توصلين 1000 مشترك ومليون ومليار و10 ملاير كل زودتها. المهم إن شاء الله تكبر قناتك وتصيرين أشهر قناة عربية إن شاء الله، بس بحبك. وقناة الرعب كاكت المعارض هي موجودة، أنا سويت فيها بس فيديو واحد، وصراحة ما عجبني لأنه ما كنت أعرف أسرد الصراحة. فيديو لهيك الفيديو ما عجبني، كما كنت أسرد بلغة عربية فصحى، وخرجت القصة من جوجل أخونا الجميل. وفي كده عندي، أنا عندي كده قصص من مخيلتي، بس أحاول إني أسردها أكتبها كده عشان ما أنساها، وأسردها لكم بطريقة إنكم تدخلون جو في القصة. دي هي القناة، وتقدرون إنكم تكتبون ديك يعني تحت اسمي، يعني في كده ديك ما ادري شو اسمها، هرر 555 شرطة، تكتبوها تطلع لكم القناة مباشرة. المفروض تطلع القناة مباشرة. دي كان موضوع الفيديو، ما بدي اختمه هون. والفيديو ما فيه يعني بس صورة قناتي، ما فيه كده تعديل، وعشان ما تكون الشاشة خضراء على الأقل تشوفون شيء، مو بس أخضر في أخضر، إحنا مش في عشب مش في جزيرة. المهم
اللي إذا كان عندكم أسئلة أو اقتراحات طبعا تكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله بإذن الله في الفيديو الجاي هسوي لعبة بازو زي ما قالت للمتابعة في التعليق على الفيديو اللي فات إن شاء الله. يعني إذا كان في المستطاع أن أسوي اللعبة دي ألعبها هلعبها إن شاء الله. أعرف إنه الفيديو ده كمان قصير، بس دي بس المقدمات. يعني الفيديوهات راح أطول فيها هي فيديوهات الألعاب والميمز فشكرا شكرا لكل متابع ومتابعة، شكرا شكرا كتير. وبس ده كان الفيديو اليوم، أتمنى إنه الفيديو الجاية تعجبكم ونطور كمان نطور في في محتوى الفيديوهات الجاية وتكون فيديوهات أحسن. السلام عليكم.